السلام عليكم. كثير من الزملاء طلبوا مني اني احضر فيديو عن الباي باب. حقيقه انا تلبيه لرغبه الزملاء حبيت اعمل فيديو عملي. هذا الفيديو حقيقه مخصص فقط للكلام عن تطبيق الباي باب بشكل عملي بدون ما ادخل بالتفاصيل النظريه والمبادئ الفيزيولوجيه لهذا الموضوع. نظام الباي باب نظام تهويه غير غازي. انا بحط التهويه عبر القناع، بحط القناع على وجه المريض وفي له مثل ربطة بنلف حول رأس المريض وبضغطها على وجه المريض بحيث انه ما يكون في تسريب. في تقنيات لهذا الموضوع. انا لمجرد أنا اول شيء بالبداية ما لازم احط الربطة مباشرة، المريض حيتضايق، فانا بحطها بخلي المريض بايده يحط القناع على وجهه على انفه على فمه، بقول له هو يضغط بنفسه، وبحط اعدادات بسيطة بالبداية. بحط هذا هون باي باب كلامنا، بحط مثلا ضغط الاي باب والاي باب، ضغط الشهيقي والضغط الزفيري. بحط مثلا الاي باب بحطه 8 والضغط الزفيري بحطه 4 مثلا اللي هو الاي باب. هذا هو الاف اي او 2، هو مقدار الاكسجين المقدم، هو محطوط مثلا 50%. الريت هذا مو جزء من اعدادات الباي باب الاصليه. الباي باب هو نظام تهويه غير غازيه، المريض بيتنفس لوحده، بس هذا باك اب، وهذا زمن الشهيق كمان مشان الباك اب، الرايز تايم، كل هالاعدادات هي ينسوها ما كتير مهمه. انا بهمني اعرف الاي باب والاي باب والاف اي او 2، هن هدول ثلاث اعدادات مهمه. بالنسبه للاي باب هو الضغط الشهيقي، هو الضغط اللي بيتقدم خلال الشهيق فقط. الاي باب هو الضغط الزفيري اللي هو بيستمر خلال كامل الدورة التنفسية. يعني المريض دائما الضغط القاعدي اللي بيطبق على وجهه هو 5، ما يعادل السباب او الإيباب او البيب، كله نفس المعنى. وخلال الشهيق بنقدم له دعم ضغطي مقداره 10. مقدار الدعم الضغطي الشهيقي 10 بدءا من الصفر، وبالتالي مقدار الدعم اللي عم يتقدم هو 10 ناقص 5، فبالتالي اثناء الشهيق عم اقدم انا دعم ضغطي مقابل يعادل 5، كاني عم اقدم له بريشر سبورت 5. هي معلومه مهمه. هلا بنجي على الايباب. انا كيف شو اللي بخليني اغير الايباب من 5؟ شو هي الاعدادات الايباب؟ ببدا مثلا ب4، بزيدها ل5 ل6 ل8 ل10 واحيانا ل12، بس انا بحياتي ما استخدمت 12. حقيقه هو نقص الاكسجين، هو مقدار نقص الاكسجين. فانا كل ما زاد الاف اي او 2 المقدم كل ما كان لازم ارفع الايباب اعلى. الايباب هو او البيب المقدم له فوائد كثير عند مرضى السي او بي دي، مثلا بانه بيعاكس الاوتو بيب، هي احد فوائده، وبالتالي انا بدي اعرف السباب الافضل. عموما هو 5 ل 8 ل 10 ماكسيموم. مرضى وذمه الرئه السباب هو بيعادل الضغط السباب اللي هو بنقص العوده الوريدي للقلب، وبالتالي انا بفضل ابدا مثلا ابدا ب 5 بس اطلع على 8 بسرعه، وربما اطبق 10 مشان خفف العودة الوريدية للقلب وبالتالي يحسن من وزمة الرئة. كل ما زاد الاف اي او 2 مثل ما قلنا لازم زيد الايباب. هي قاعدة عامة، طبعا مش صحيحة بدقة، بس هي قاعدة عامة. عموما الاعدادات تبع الايباب او السباب او البيب من 5 ل 10 ماكسيموم 12. الاي باب هو الضغط الشهيقي، هو الضغط اللي بقدمه خلال الشهيق. المعيار اللي بحدد عليه الاي باب هو كم الحجم الجاري اللي عم ياخذه المريض. كل ما زاد، كل ما كان الحجم الجاري اقل، كل ما كان لازم ارفع الاي باب. انا لا بهدف لحجم جاري حوالي مثلا الحجم الجاري بقراع المنفسي، هذا التايدل فوليوم، هون اماني واصل المريض على شيء. فالحجم الجاري مثلا هون 13 طبعا بدون وصل، بس لو كان عم ياخذ مريض مثلا، هذا المريض انا وزنه المثالي 50، فلازم ياخذ 50 ضرب 7 350 مثلا. لو انه مثلا 50 ضرب 7 350، لو انه مثلا وزن مثالي حوالي 60 او 65 او 70 مثلا، لازم اهدف لحجم جاري 500 مثلا تقريبا مثلا. فالاي باب انا بزيده وبنقصه حسب الحجم الجاري اللي عم ياخده المريض، حسب الحجم الجاري اللي عم ياخده المريض وحسب الراحه او الارتياح اللي عم يشعر فيه المريض. كل ما كان المريض مرتاح اكثر، معناته انا الضغط اللي عم اقدمه خلال الشهيق ممتاز. اذا كان المريض ما انه مرتاح، فانا بدي ارفع الضغط الشهيقي المقدم له وزيد من مقداره. فهدول هن المفاتيح. انا برفع الضغط الشهيقي وبنقصه حسب ارتياح المريض وحسب الحجم الجاري اللي عم ياخده المريض، وانا برفع الايباب وبنزله بمعدل مثلا من 5 ل 10 حسب ارتياح المريض، ممكن اولى وحسب نقص الاكسجين. مره ثانيه بالنسبه للايباب ممكن نحط 10، ممكن اوصل لل 20، بس اكثر من 20 مو منيح لانه بيكون وصلنا لضغط الانفتاح المريئي. هذا هو الجزء الاول من المقطع، خلينا نشوف الجزء الثاني بنكمل لاحقا. السلام عليكم.